السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بس على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هننزل مع بعض كده ايه السوق ان شاء الله، نجيب ايه الخضروات. انا عامله لنفسي الخضار يعني بتاع السوق، انا عامله لنفسي ميزانيه 200 جنيه لخضار السوق، تمام؟ هننزل دلوقتي مع بعض السوق نشوف هنجيب ايه ويتفضل معانا كام. انا بحب اخد معايا ايه 50 جنيه او 100 جنيه زياده، احطهم كده في السوسته في الشنطه من ورا، على اساس ان انا لو لقيت مثلا اي حاجه زي ما بيقولوا لقطه كده او عرض موجود وعشان ما ارجعش اندم، فايه اخد معايا فلوس زياده احطها ورا، لو احتجتها هاخدها، ما احتجتهاش يبقى احنا الميزانيه بتاعتنا 200 جنيه. هننزل مع بعض السوق كده ونشوف بقى ايه ال 200 جنيه دي هنجيب بيهم ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا رجعنا كده بقى من السوق، هنشوف بقى مع بعض احنا جبنا ايه. نسمي الله كده. اول حاجة جبتها معايا جبت ملوخية، لقيت الملوخية حلوة بصراحة، فايه قلت اجيب دي كيلو ونص بعشرة، فجبت كيلو ونص. طبعا انا مش بعمل كيلو ونص في مرة واحدة، انا جايبة عشان العيد، يعني عشان ايه اخزن حبة افرز حبة للعيد، يعني هعمل مثلا نصها والنص التاني هشيله في كيس في الفريزر للعيد. الملوخية حلوة زي ما انتم شايفين كده اهي ما شاء الله. يعني وما تجيبي الملوخية تجيبي الملوخية اللي هي تلاقي الجذع بتاعها من تحت كده احمر اهو زي ما انتم شايفين كده، الجذع بتاعها من تحت يبقى احمر، دي بتبقى مسكرة وحلوة ان شاء الله. تمام كده ايه معانا الملوخية. جبنا ايه تاني؟ جبنا البطاطس، بطاطس ما شاء الله من اليومين دول تحميل حلو في التحميل. جبت دي كيلو بستة ونص، جبت بعشرين جنيه يعني تلاتة كيلو بعشرين جنيه. تمام جبت تاني الطماطم، جبت الطماطم، الطماطم اليومين دول حلوة قوي 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 وسعرها يعتبر مناسب برضو، خمسة جنيه مش وحشة. فالطماطم بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا تفاح يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، ماشي. فالطماطم ما شاء الله حلوة واليومين دول فحلو، فانا جبت 3 كيلو 15 جنيه، وانا جوزي الله يبارك له كان جايب لي اول امبارح 2 كيلو، فانا كده عندي لسه ما استخدمتهمش كلهم، فعندي يعني طماطم مع دول كده ايه هشيل حبة برضو هصلص حبة وهنعمله مع بعض ان شاء الله كده لو قدرت النهارده او في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش معاكم. هنفرز الملوخيه، هنصلص ايه شويه طماطم كده، هنقي الجامده اشيلها للسلطه والباقي ايه هصلصه كله واحطه ايه للاستخدام بقى ايه حبه للعيد كده الاكلات العيد، ماشي. فانت الحقي لو عايزه تجيبي لك حبه تصلصيهم هجيب لك حبه عشان العيد، لان طبعا على العيد كل ده هيغلى. تمام جبت ايه تاني؟ جبت خضره، جبت 2 جنيه كده خضرة. جبت فلفل كوبي ده الربع باربعة، تنقي بقى الايه الفلفلية تبقى ناشفة كده عشان تقعد معاكي ايه فترة طويلة، ما تجيبيش الدبلانة عشان ما تعملش معاكي الطرحة، بصي معاكي الطرحة تقعد معاكي في التلاجة فترة طويلة يعني. جبت برضو فلفل حامي ده لا غنى عنه عندي يعني بصراحة، ده برضو الربع باربعة، بس انا قلت له حط لي ربع باربعة. جبت ايه تاني؟ جبت خيار، الخيار بعشرة جنيه، فانا جبت نص بخمسة جنيه لان انا محدش يعني مالهمش عندي ايه ما بيحبوهوش يعني مالهمش في الخيار عندي يعني، فبيحبوا ايه لو حطيته على سلطة ولا حاجة بس، وانا الوحيدة اللي باكله يعني او انا وجوزي ساعات يعني. جبت ايه تاني؟ جبت بدنجان، البدنجان الكيلو بتمانية، طبعا البدنجان بيدخل فوصفات كتيره قوي، ف يعني تعملي بابا غنوجه، تعملي مسقعه، تعملي بدنجان مقلي، مقلوبه، اي حاجه من دي، فهو بيدخل في حاجات كتير قوي. انا جبته بقى ايه دول جبتهم بخمسة جنيه يعني نص وشويه، انا جبته حجم صغير كده. جبت بقى الصغير ده ليه؟ عشان انا عايزه اقطعه بالطول، اقطعه بالطول لان لما بتقطعي البدنجان بالطول ما بيشربش معاكي زيت خالص، ماشي. فانا لو جبت الكبير وقطعتها بالطول هتبقى الواحده حجمها قد كده الشريحه، فهتبقى شكلها مش حلو يعني في الاكل، فانا جبت الصغير ده علشان اقطعه بالطول فايه ما يشربش معايا زيت. ده برده معلومه حلوه للبنات ايه الصغيرين، ماشي. جبت ايه تاني بقى؟
لقيت انا المنظفات بقى، جبت انا بطلت اجيب منظفات من فتح الله عشان اسعارها تمام. فانا قلت النهارده بقى لقيت كده عند بتاع المنظفات اللي بجيب منه، لقيت عنده تركيبه بهيه اهي، تركيبه بهيه ده برسيل جل للهدوم، برسيل جل للهدوم. ده التركيبه دي بتعمل 5 لتر من برسيل الجل، يعني انت بتحطي عليهم 5 بتفضي ده وتحطي عليه 5 لتر ميه يعمل معاكي 5 لتر من برسيل الجل اهو، قوه الاكسجين والانزيمات. فانا هجربه معاكم وهنعمله مع بعض ان شاء الله في الروتين اللي جاي. هنعمله مع بعض وهجربه وهقول لكم لو حلو ولا لا. ده كان عامل 35 جنيه، بيعمل 5 لتر، يعني اللتر واقف عليكي ب 7 جنيه. حلو قوي، لو طلع حلو فده يبقى موفر جدا يعني. واحنا طبعا ايه قناتنا من قنوات التوفير، فنحاول ان احنا ايه ندور حاجات موفره كده. فانا اول ما لقيته بصراحه قلت اجيبه واوريه لكم وهجربه مع بعض ان شاء الله. اهو بص مكتوب عليه ايه، يوضع محتويات الكيس على 5 لتر من الماء ثم يقلب جيدا لمدة 3 دقايق ويترك ربع ساعة ثم يتم التقليب مرة أخرى تمام. ده بيقولك بيكفي لتصنيع 5 لتر برسيل جل، ده باللافندر. أنا ما بحبش اللافندر بس ما خدتش بالي إيه وأنا بشتري إن هو باللافندر، فمش مشكلة بقى على الله. فده ايه هنجربه ان شاء الله مع بعض وان شاء الله يطلع كويس. وحاجه بهيه على فكره، يعني منتجات بهيه تبقى حلوه، يعني انا جربت منها حاجات ياما تبقى حلوه بصراحه تمام. حتى الاريال بتاعهم التاني برضو اللي هو الباودر بيبقى حلو تمام. جبت بقى هنا ايه، ده برسيل، ده كلوركس الوان، ده ب 10 جنيه. جبت تاني، جبت ده كلوركس الوان، انا جبت كلوركس الوان، بصوا جبت ده ب 10 جنيه طبعا، ده لا يعلى عليه انا مجرباه وعارفاه. وجبت برضو واحد من بتاع منظفات انا ضمناه كويس، ضمناه والله طبعا، بس انا بجيب من عنده حاجته كويسه يعني، وجربت حاجته كذا مره قبل كده حاجته حلو. فاحنا ندور على حد يكون نجرب كذا حد لغايه ما نلاقي حد حاجته كويسه فنجيب منه. فده انا جبت لتر برسيل كلوركس الوان ب 8 جنيه ماشي، هضيف ده على ده، ده هيضاعف الكميه ودوت هيعزز الايه الجوده بتاعت ايه بتاعت ده. فانا هضيف ده على ده كده في جيركن وايه استخدمهم بقى ايه للغسيل. انا ما بستخدمش على الكلوركس الوان في الغسيل لانه بينضف الغسيل، هو بديل الفانيش بالنسبه لي تمام. جبت برده مسحوق، ده صابون مواعين، ده بالجليسرين ب 7 جنيه تمام. هو في ب 4 وفي ب 5 وفي ب 7، فانا جبت اللي ب7 عشان ايه ما برضو ايه ما ياثرش على ايدي يعني، وب7 جنيه مش وحش اللتر تمام. برضو ان شاء الله المنزل المره الجايه هشوف برضو تركيبه حلوه للصابون تكون حاجه كده نجربها برضو مع بعض وهجربها اقول لكم ايه حلو ان شاء الله المره الجايه يعني باذن الله. تمام. جبت ايه تاني، جبت هنا برسيل جل اللي هو بتاع الهدوم السوداء، ده ب 3 جنيه. انا كنت بحب بصراحه الاوكسي بيبقى احلى، بس ما لقيتش اوكسي فجبت اللي هو البرسيل، بس هو الاوكسي احلى يعني، لو لقيتش الاوكسي هات الاوكسي احلى. ده بحطه بقى لهدوم الخروج، الهدوم السوداء يعني. جبت صابونه، الصابونه دي ب 8 جنيه، انا بجيب اللي هو الهاند ووش، بس للاسف انا جوزي ما بيحبش، بيحب الصابونه صريحه كده ما بيحبش الهاند ووش والحاجات دي، فجبت له هو واحده ايه كده ايه لما تخلص ان شاء الله بجيب له واحده ثانيه. جبت برضو من الحاجات الحلوه برضو للنظافه في الغسيل الابيض، دي عجينه، الكيس ده كده هو معبيهم كده كيس ب 4 جنيه، في كميه حلوه تمام. ده بحبه قوي برضو ايه للهدوم البيضاء تمام. كده ايه المنظفات بتاعتي. بس انا كده ايه ما جبتش حاجه ثانيه كده تمام. نشوف بقى احنا ايه صرفنا كام. سؤال، انا خدت 200 جنيه، كنت نازله 200 جنيه ومعايا خدت 50 في الجيب اللي ورا، 50 شلتها زي ما هي وال 50 الثانيه صرفت منها. هنحسب الاول بس الحاجات اللي جبناها مع بعض. هنحسب بقى ايه الحاجات اللي جبناها مع بعض كده، نكتب مع بعض بالروح كده. الطماطم جبت 3 كيلو طماطم ب 15 جنيه، جبت بطاطس ب 20 جنيه، جبت الفلفل الكوبي
والحامي ب 8 جنيه، جبت الخيار ب 5 جنيه، جبت اكياس ما مرتوش اكياس، ثواني كده جبت دول نسيتهم، دي اكياس ثلاجة ماشي جبت ب 10 جنيه، ودي الليفة اللي هي الليفة السلك جبت دي ب 5 جنيه، اللي هي كده ما نظفها تمام. فجبت اكياس ب 10 جنيه، جبت ليفه ب 5 جنيه، جبت اللي هو البهيه ده 35 جنيه، جبت برسيل اللي هو دوت 2 ب 6 جنيه، جبت عجينه ب 4 جنيه، كولوركس سايب الوان هو ب 8 جنيه، جبت كيس كولوركس ب 10 جنيه، جبت خضره ب 2 جنيه، جبت ملوخيه ب 10 جنيه، جبت بدنجان ب 5 جنيه، جبت صابونه ب 8 جنيه، وجبت صابون مواعين ب 7 جنيه. تمام كده هنحسبهم مع بعض، هحسبهم بس عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم كده. الحساب عمل معايا 230 جنيه، يعني الفلوس اللي انا خدتها معايا بزياده نفعتني، يعني ما كنتش اخدت معايا 100 جنيه زياده او 50 جنيه زياده ما كنتش هعرف اجيب حاجات زياده. الحاجه بقى اللي انا زعلت ان انا نسيت اجيبها النهارده الجلاش، فان شاء الله بقى اخلي جوزي كده وهو جاي في اي وقت يبقى يجيب لي. تمام كده بصوا، اتفضل معايا الشنطه، ايه دي الشنطه اللي بنزل بيها السوق، اتفضل معايا 20 جنيه من ال 250، انا شلت 50 على جنب، كنت واخده 100 زياده، شلت 50 على جنب، هنحسبها على 250 كده. اتفضل معايا الحساب كله عامل 230، اتفضل معايا 20 جنيه من ال 250. جبنا حاجات برده ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا باس بيها يعني حقيقي كويسه يعني. واكتر حاجه فرحانه بيها بصراحه البرسيل الجل ده، ان شاء الله يطلع حلو كده واقول لكم ان شاء الله باذن الله. يا رب كده النهارده اكون استفدتوا بالاسعار واستفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.